بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة القنصل العام الأستاذ أنيف حسان، سعادة نائب القنصل العام الأستاذ أبو عقيل، الأستاذة أوزلان بازوس نائب الرئيس المجلس العام للمسلمين في ألمانيا، السادة المشايخ الكرام، الأساتذة الأفاضل، الحضور الكريم، خير ما نفتتح به مثل هذا اللقاء الرمضاني القرآني المبارك، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الشيخ عبد العالي الغربي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. صدق الله العظيم الذي جعل قلوبنا تنفتح للقرآن الكريم، والذي جعل إيماننا يصعد بسماع كلامه العظيم. أيها السيدات وأيها السادة، نحن نحتفل هذا الاحتفال، احتفال القرآن الكريم، مع مشايخ أعزاء علينا من مصر، من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكذلك من الأزهر الشريف الذي شارك معنا ولأول مرة في ألمانيا في هذه التحفة الرمضانية، ومن دولة البحرين الإضاءتين الشيخان بارزان اللذان لهم حضور بتلاوتهم، ولهم حضور بأخلاقهم، ولهم حضور بعلمهم، ولهم حضور بكل من يقدمونه في سبيل الله. وأشكر سعادة رئيس الوقف السني أخي الأستاذ راشد الهاجري الذي يقف على هذه العملية بنفسه، كما يقف معالي وزير الأوقاف على العملية بنفسه، وكما أن الأزهر الشريف اختار بذلك. ولا يفوتنا أن نذكر هذه البركة التي تأتينا من المملكة المغربية، ليس فقط اليوم، إنما بدأت هذه المسيرة قبل عقود من الزمن. تأتي وفود من خيرة قراء القرآن الكريم ومن العلماء الأجلاء تحت الرعاية المولوية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتح أن يقف على خدمة كنا نقول جاليته، ولكن الآن أصبح الخير يعم جميع المسلمين في هذه البلدان التي هي أوطاننا. ونذكر هنا كذلك المؤسسات المشرفة، وزارة الأوقاف ومؤسسة الحسن الثاني، ونقول لهم شكرا لكم مع إخوانكم أنكم فتحتم لنا هذا الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعله مستداما بإذن الله أعواما كثيرة وأزمنة مديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. Lieber Abdul Samet, Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland,
Ihre Exzellenz, Vertreter der Botschafterin des Königreichs Marokko in Berlin, Herr Nureddin Ammar, Ihre Exzellenz, Generalkonsul der Arabischen Republik Ägypten, Herr Amin Hassan, sehr geehrte Imame und Gelehrte aus Marokko, Ägypten und Bahrain, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Moscheegemeinden, liebe Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie alle zu unserem Iftar des Zentralrat der Muslime herzlich willkommen und gratuliere allen Musliminnen und Muslimen hierzulande und weltweit zum gesegneten heiligen Monat Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yasurni an atakaddam ilaykum bi khawas al-ta'ami wa afir al-tabrikat bi munasabat hulul shahr Ramadan al-Mubarak. سأل المولى جل جلاله أن يعيد على الأمة العربية والإسلامية الله الخير واليوم والبركات. شاكرا لكم جميعا حضور هذا الحفل المبارك والذي كنا نتمنى أن نكون بينكم إلا أن الظروف حالت بيننا. أشكر جميع الأخوة القائمين على المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا على تنظيم هذا الحفل الكريم وعلى الإشراف على البرنامج الحافل بجميع القرى والذي يشهد عدة بلدان بالإضافة إلى ألمانيا. ونتمنى أن تساهم هذه الوقفات في إحياء شعار الدين الحنين في هذا الشهر الفضيل ويعكس القيم الحقيقية للإسلام الذي يدعو إلى السلام وتعزيز قيم الإنسانية والاحترام المتبادل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وحضراتكم بخير ومناسبة شهر رمضان المعظم. بداية أحب أنقل لحضراتكم جميعا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وتمنياته لحضراتكم بكل خير وكل توفيق، وكذا تحيات سيد السفير خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية برلين الذي حالت برضو بعض الظروف دون تمكنه من حضور اليوم، وكذا تحيات فضيلة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اللي كان حريص جدا على اختيار أفضل قراء وزارة الأوقاف لإرسالهم إليه. في نفس الوقت أوجه التحية للشيوخ الأعزاء من مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وتمنياتنا لهم جميعا، هم أهل القرآن ونحن نتشرف بهم، فنحن يعني في رحابهم اليوم وفي كل يوم، ونسأل الله لهم جميعا التوفيق، ونتمنى إن شاء الله استمرار التعاون وزيادة عدد الأئمة اللي بيتم إفادتهم سنويا. الحمد لله العدد السنين اللي فاتت العدد في الزيادة، سواء من خلال المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أو من خلال الطلبات الأخرى الثالث برضو للبعثة من عدد من المراكز والمساجد الإسلامية في فرانكفورت وفي الولايات التابعة لنا. فالحمد لله العدد يزيد، نبقى حريصين جدا على اختيار مرحلة دقيقة جدا بتتم في القاهرة وشوفنا عارفينها، يعني اختبارات ودقة وعناية فائقة في اختيار أفضل العناصر. والحمد لله ألمانيا وفقا لفضيلة الشيوخ احتلت هذا العام المركز الأول في عدد الأئمة المفيدين إليها من قبل وزارة الأوقاف لإحياء ليالي شهر رمضان في المراكز والمساجد المختلفة في ربوع ألمانيا. أول شيء كنقول لكم تحيات وسلام السيدة السفيرة التي تتمنى لكم رمضان مبارك كريم. كنشكر بدوري نيابة عن السيدة السفيرة السيد الصمد يزيدي والمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا. كنظن هذا اللقاء كيجسد واحد الغنى والتعدد اللي كتعرفوا ألمانيا الحمد لله، وبطبيعة الحال تواجد وفود من بعثات من دول شقيقة عربية شقيقة، واحد الغناء ومهم جدا بالنسبة للجالية المسلمة هنا في ألمانيا. فبارك الله فيكم في التواجد ديالكم في هذا الشهر المبارك، وكنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا لقد
قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الذين شرفوا بزيارة أهل القرآن في هذا الشهر العظيم المبارك. أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم بوقته وجهده وفكره. الذين شرفوا بزيارة أهل القرآن في هذا الشهر العظيم المبارك. أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم بوقته وجهده وفكره وماله في إحضار هذه الكوكبة المباركة من أهل القرآن الذين نشروا الخير وأشاعوا النور ليس فقط بين جنبات المساجد وجدرانها، وإنما تعلقت بهم قلوب الناس. والأستاذ عبد الصمد اليزيدي المحترم الأمين العام للمجلس الأعلى على رأس هؤلاء الذين بذلوا هذه الجهود المبنية، وأنا أعلم أنه بدأ العمل ليس قبل رمضان كما يبدأ البعض، إنما بدأ العمل لرمضان هذا في رمضان الماضي. الله مبارك فيه وفي دولته وفي أولاده وفي صحته، إنك غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
وسلام على المرسلين والحمد لله.